دكتور عمرو النوري، استاذ امراض نساء والتوليد وزميل الكليه الملكيه البريطانيه للنساء والتوليد بلندن وادنبرا. بنتكلم عن الام الظهر. حقيقه انا ما شفتش سيده حامل من اول الحمل غير بتشتكي من الام الظهر، وسبب الام الظهر في اول هي الحمل ان هرمونات الحمل وخاصه هرمون البروجسترون بيعمل زي ريلاكسيشن للاربطه والعضلات اللي هي عامله تدعيم للعمود الفقري نفسه. فاخر فقرتين او عدد فقرات بتبقى هي المتحمله كل تقل اللي هي الفقرات اللي هي العمود الفقري، فالسيده بتشعر بالام. خاصه اذا ارتدت هي السيده حذاء عالي فبيحصل نوع من التقوس زياده في الظهر، فالتحميل بيبقى على جزء من الفقرات اللي هي الظهر في الاسفل فبيزيد من الام. وعشان كده بننصح ان السيده لا ترتدي اللي هي الكعب العالي في الحمل. هو مش بيعمل مشاكل في البريجنسي لكن ممكن تبقى قابله ان هي تقع بسهوله وبيعمل الام اكثر في الظهر. عندما بيستمر الحمل بيحصل هرمونات الحمل ايضا بتؤدي الى الاربطه لعظم الحوض، بيحصل ان هي بتبقى ريلاكس كمان. واحنا عارفين ان عظم الحوض عباره عن ثلاثه عظمات، في واحده في نهايه العمود اللي هي الفقري في اخرها اللي هي الساكرم، وفي عظمه ثانيه طالعه من ناحيه وعظمه ثانيه طالعه بيتقابلوا بيعملوا لي اللي هي عظمه الحوض. الالتقاء ما بين الثلاث عظمات من هي الحوض بيبقى بيحصل الاربطه فيها بتبقى طريه جدا، قبل الحمل تبقى زي الحديد، فالحوض بيتحرك كحركه واحده، لكن اثناء الحمل بيحصل ان كل عظمه فيهم ممكن تتحرك لوحدها نتيجه ان الاربطه بقت طريه جدا جدا يعني. فبيحصل الام في اسفل الظهر بيبقى مش في النص بالظبط، بيبقى على الجناب شويه من الظهر وبيبقى اماما في الحوض عند التقاء العظمتين من الاسفل. طبعا ده بيحصل اثناء اللي هي لما السيده ممكن تتقلب في السرير على جنب على احد الجانبين، او احيانا مع اللي هي وضع اللي هي الرجلين فوق بعض، او اثناء اللي هي المشي. طبعا محتاج الواحد اثناء اللي هي الحركه يبقى ياخد باله منها، وهناك بعض اللي هي التدريبات اللي هي ممكن تتعمل عشان هذا الموضوع. شكرا جزيلا.